السلام عليكم. هسه راح نوصل لاخر موضوع اللي هو الدبل انتجرال، يعني التكامل المزدوج. يعني عندي مثلا هاي تكامل الداله، عندي تعتمد على متغيرين اكس وواي، فعندي دي اكس ودي واي، وحدود التكامل الاي الى بي بالنسبه للاكس والسي الى دي بالنسبه للواي. الفكره الاساسيه شنو؟ انه انا راح يصير عندي h و k. ال h هو ال b ناقص a على n، وال k هو ال d ناقص c على m. يعني راح يصير عندي زيادة بالنسبة لل x وزيادة بالنسبة لل y. ال h بالنسبة لل x وال k بالنسبة لل y. خلينا نشوف المثال ونشوف هو شلون حل الطريقة. المثال شو يقول؟ يقول find the value of، عندي double integral من 1 إلى 2، الأول لل y والثاني هذا من 1 إلى 2 لل x. dx dy 1 على x square زائد y square. use trapezoidal and Simpson 1 على 3 rule taking h وال k 0.25. طبعا هو منطيني ال h وال k، ممكن أنا أطلعها. ال h وال k شلون أطلعها؟ أقول ال a اللي هو يعني أقول ال b ناقص ال a 2 ناقص 1 على ايش قد number of n. number of n هو هنا مختاره 4. الوضع انه انا عندي 5 قيم، على المود يطلع 0.25 ولا شلون يطلع ال n. وهنا d ناقص c 2 ناقص 1 ايضا على 4 number of n، اللي هو ال يعني مو sample ولكن ال subdivision تقسيمات. فال h يطلع ايضا 2 ناقص 1 على 4، يعني 1 على 4.25، بس هو منطيني اياها اصلا 0.25. فهنا معناته ال h وال k هو مقدار الزياده بالنسبه لل x وال y متساويات، قد تكون مو متساويات لان حدود التكامل هنا متساويه، قد يجوز مو متساويه. فال x راح تكون من الواحد الى الاثنين بزياده شنو؟ ربع، 1 ربع، 1.5، 1.75 وهكذا. كذلك بالنسبة للواي من 1 إلى 2 بزيادة ربع ربع، 1.25، 1.5 هذا. ويقول الجدول راح نطلعه عن طريق هاي الدالة، 1 على x تربيع زائد y تربيع. يعني شنو؟ هنا راح أخلي الصفوف هو ال x من 1 إلى 2 بزيادة ربع، والأعمدة راح أخليه هو ال y من 1 إلى 2 بزيادة ربع. قيم التقاطع مالتين اختار مثلا هاي النقطة هي معناته ال x واحد والواي واحد، اخذ ذن القيم اعوضها بالدالة 1 على x تربيع زائد 2، 1 على x تربيع زائد y تربيع، تطلع هاي القيمة وهكذا. يعني ذني قيم تقاطع، ذن القيم مو هو ينطينيها انا اطلعها. بس بالبداية ال x يكون عدد الصفوف والواي هو عدد الأعمدة، ال x هو عدد الصفوف والواي عدد الأعمدة، والتقاطعات مالتين اعوضها بالداله فيطلع الرقم هذا. يعني هسه هذا رقم شنو؟ هذا رقم، هذا رقم من تكون ال x 1.5 وال y 1.25 واعوضها فيطلع لي هذا الجدول. الفكره الاساسيه شو راح اسوي من استخدم مثلا trapezoidal او سيمسون؟ الفكره الاساسيه انه اثبت x واخذ كل ال y، يعني صف صف اشتغل، بعدين اغير الاكس واخذ كل الواي وصف صف اشتغل. راح يكون كالاتي، يعني اقول انه انا عندي اكثر من قيمه للتكامل، اي نوت اللي هو تمثل القيمه الاولى للتكامل كمعناته الصف الاول، هو حدود التكامل من 1 ل 2 ل اف اوف 1 واي. يعني هو كانه دا يقول انه قيمه اكس هي راح تكون 1 واخذ كل قيم الواي. هنا قيمه اكس ثبتها 1 وياخذ كل قيم الواي. من ياخذ كل قيم الواي شلون راح تكون؟ ال h على 2 هو ال k باعتباره لان ياخذ بالنسبه للواي، والقيمه الاولى اعوفها والقيمه الثانيه اعوفها وبقيه القيم كلها تنجمع وتنضرب في 2 فيطلع لي رقم معين، واكرر هاي العمليه بالنسبه لكل القيم مال اكس. يعني صف صف، الصف الثاني هو هنا مو 1.75، 1.25، بعدين يصير 1.5،
بعدين 1.75 بعدين 2 فيا صف صف اطبق التريبيزويدال رول اللي هي من يكون هذا الصف الاول اخذ كل الواي، الصف الثاني اخذ كل الواي وهكذا، فتطلع لي مجموعه قيم. هذن المجموعه القيم ايضا راح اطبق عليها تريبيزويدال رول من جديد، كانه الاجوبه تطبق عليها الاتش على 2 صارت ايش، لان هسه باعتبار للاكس كل الصفوف القيمة الأولى والقيمة الأخيرة تبقى والبقية شنو يضربها في 2 فيطلع رقم بالنسبة لهذا الدبل انتجرال. يعني كأنه بالدبل انتجرال أكو مثل المصفوفة 2 دايمنشن أنه أكثر من قيمة التكامل. نفس المبدأ إذا طبقت على السيمسون، السيمسون الفرق أنه راح يكون بالمعادلة همين أثبت صف وأخذ كل العميدة مالته، فالقيمة الأولى تنترك والقيمة الأخيرة تنترك، القيم السالبة تنجمع وتنضرب في 4 والقيم الموجبة تنجمع وتنضرب في 2. أقصد القيم الموجبة والسالبة، يعني مو هي قيمة موجبة أو سالبة أو زوجي أو فردي، عفوا مو موجب وسالب، القيم الفردية في 4 والقيم الزوجية في 2. الفردية والزوجية يعني الاندكس مالته، يعني واي واحد يعتبر فردي فالقيمة مالته هذا تنخذ وتنجمع هنا، واي 3 واي 5 واي 7 فتنجم وتنضرب في 4، بينما القيم الزوجية اللي هي مثلا واي 2 واي 4 واي 6 واي 8 تنجم وتنضرب في 2، اما القيمة الاولى والاخيرة فما تنحسب، وهذا يتقسم على 3، هذا يتقسم على 3 في حالة هاي سيمسون 1 على 3، في حالة سيمسون 3 على 8 هذا الرقم ينضرب في 3 ويتقسم على 8، والرقم الاول ينترك والرقم الاخير ينترك والارقام تنضرب في 3 تنجمع وتنضرب في 3 اذا كانت فرديه او زوجيه، ماكو الفرق بيناتها والقانون موجود يعني. وبالاخير ايضا راح اطلع اكثر من اي بعدين اطبق على المجموع مال ايات اطبق مال سيمسون اتش على 3 اي نوت الاول اعوفه الاي نوت الاخير اعوفه، الفردي الواحد والثلاثة اضربه في 4 والزوجي الاثنين اضربه في 2 وبالاخير يطلع الناتج. هاي بالنسبة لهاي الطريقة يعني بسيطة ما بيها شيء، بس واحد يعرف شلون يسوي الجدول، شلون يطلع ال H وال K، وشلون يطبق أكثر من مرة القانون والجواب يرجع يسوي القانون يطبق القانون للجواب وتطلع الناتج. ولهنا تخلص هاي المحاضرة.